إذا بدل لذلك كاين مشكل خطير في الجيش الملكي، هو أن أغلب الانتدابات كبت فيها إدارة الجيش الملكي، وهذا غير مقبول يعني في عالم الاحتلال أو داخل الفرق الوطنية الكبرى، لأن الفريق اللي عنده أكبر مركز في المغرب بل أكبر مركز في القارة الإفريقية عنده لاعبين، عنده مدرب قريبا كان هو الناخب الوطني، عنده جمهور كبير، وبالتالي كنقول بأن هذه النتائج هي حتمية لسوء التدبير ديال فريق الجيش الملكي. أنا بكل شجاعة كنقول هاد الناس اللي كيسكتوا.